الو غادي نديرو ليها اللي هو الكريمه الفوقانيه ديالها سامبل جبنه اللي هي الكريميه معروفه عندنا في الاسواق كنحبوها كنديروها في الخبيزات ديالنا ايتصا غناخذوا منها القياس اللي عندنا داكنا شنو حطينا شاف هذه الكريمه الجبنه الكريميه الجبنه الكريميه داكور غنزيدوا عليها سكر اللي هو غلاس يعني هذا كيسميوه الفروستينغ يعني الكريمه اللي غادي نحطوا غادي نقدموا معها كتجي هائله مع الكيكه ديال الجزر صافي سالا غادي نخبطوها نحطو الكيك ديالنا نحطوها ديريكتومون اون فوا نكربوها هذا مني ليكم مشاهدينا الاعزاء حنا كاع الشيوات اللي وجدنا في البرنامج وجدناهم بحب اكزاكتومون بيان سور ودرناهم من القلب ديالنا يا كشف بيان سور وان شاء الله يكونوا عجبوكم اي تو سا ان شاء الله ونعطيكم مازال افكار للعيد ان شاء الله دونك غادي نخليها انا كتعجبني نخليها هكا يعني باش كتبانش بان هذاك الشيء مقاد كيجي ندير لها بحال هكا نلعب فيها هي ماشي ضروري نبردوها عاد نحطوها ما كتبردش هي ديجا بارده عندي الجبنه بارده عندي الجبنه جبتها من الثلاجه فاش كتضربها بالباتور كترطب فوالا صافي نرشو الا بغينا عليها واحد شويه ديال المكسرات من الفوق ما بغيناش انا كنبغي نخليها هكا داكوغ دونك مشاهدين ديالنا الكيكه ديالنا وجدات وتا السوفلي تا هو واجد غادي نحطو لكم ان شاء الله على مائده الافطار